هذه الشبيبه قبل ما نحطوها في الجراج نحينا الكاج موتور تاعها باش نشوفوا واش راه صار، لان الصوت قاعد يجي من فوق. بالمناسبه كانت في بلاصه صحراويه تشوف الرمل في كل بلاصه. قبل ما نحو الكاج هذا شوفوا معايا لي بوبين واش راهو صاري لهم، مغلفين بسكوت شا شيطروطون لي بوبين كامله كامل راهو هكا يتسمى ما فيهمش هذم. لو كان مثلا باش نخلو الموتور هذا هذه منطقيه واوتوماتيكيا انهم يتبدلوا لي بوبين في ربعه. ومن بعد نجو للكاج كلبيتر كاين عندها زوج لي بيسوار راهم رايحين. ولو كان تشوفوا استناوني شويه برك شوفوا هنا كاين السيليكون هذا يكون مخدوم قبل الموتور. ان شاء الله كي ندخلوها الكراج ونهبطوا نحكوا عليها اكثر واش القرار اللي نقدروا ندوها عليها. الشبيبه نفكركم برك في العلمه نخدموا من 2012 وطلع كيما اللي يجي في الاس 3 والجولف سات ار يعني 2013 2014 وطلع التي اس اي والتي اف اس اي. السلام عليكم صح الشبيبة واش احوالكم، كملوا معكم في سلسله الجولف 6 ار 20. شفنا في الفيديو الاول كيف خيرنا السياره اهم الخطوات اللي لازم تمشي عليها وشفنا لطاء تاع السياره والحمد لله يا رب شريناها. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا الموتور كيفاه راه داير كما شفتوا معنا في بدايه المقطع، لانه الموتور كي نحينا الكاج موتور الكاج كلبيتر كيفاه كان داير وفيه السيليكون يتسمى راه مفتوح مقبل. انا كخيار بالنسبه لي حاليا موتور ماشي 190000 ومحلول من قبل الظاهر على انه محلول فيه سيليكون، من الأحسن أني نبدل وراح نتخذ هذه الخطوة. يعني بعد فترة لقيتوا أنه هذا هو الخيار اللي يناسب أكثر. إن شاء الله راح نبدلوا الموتور بعد ما نشوفوه مع بعضنا. قبل ما نروحوا للسيارة ونشوفوها مع بعضنا الشبيب هذا حسابي على الانستغرام mth_397 إن شاء الله راح نحكوا بالتفاصيل أكثر عليه. هيا نروح نشوفوا السيارة مع بعضنا. بون نجو معكم الشبيبة للسيارة وللموتور تاعها. الموتور راه على لا جيراف يعني راح نهبطوه في الدقائق هذه ان شاء الله. شفتوا معنا وحكينا على انه الموتور هذا خلاص نقدر نقولوا مكولي بصح الباطه راهي مخدومه نحكي على البوات تاعها. هذه هي ان شاء الله راح نهبطوه الموتور ونزيد نشوفوه من جوانب كامل بلاك راهو كاش مصاري له. ما عندوش كويت الموتور هكا باين باش تقدر تحكم عليه يتسمى هذا راه مكولي من الداخل. لو كان جاي كاش كويت ولا عفسه نقدروا تكون حاجات اخرى واقتراحات اخرى، بصح بما انه ما كاش هذاك الكويت اللي صح يخوف نقدروا نقولوا انه مكولي من الداخل كاش بيستون ولا ليكوسيني ولا ما تقدرش تحكم الا الى فتحت. عموما ان شاء الله راح نرجع لكم بعد ما نهبطوا الموتور. ليكم اللينيو ديشابمون تاعها فيها سيلونس هات ترجع تمشي ان شاء الله وما بها والو. ومن بعد نتولهوا لها الحوايج هذه. ليكم الكاتباك تاعها فيها دي سورتي الار 20. ليكم التيربو كيفاه راهو صاير له مطرطق هذا السيبور تاعو منحوه هذا كما تشوفوا. هذا واش السبب اللي يقدر يكون من الفرصاج نقدر نقوله يعني قوه التيراج مع حكينا فيها هذه في الاول على انه ظروف القياده هي اللي تخلي الموتور يموت باسرع وقت ومع لونتريتيان مع عوامل اخرى. وهذا هو الموتور اللي حكينا عليه كما راهو راكم تشوفوا فيه من الجوايه كامل. كما تشوفوا الشبيب هذا هو الموتور نزلناه وحطيناه حكيت لكم لباطة مخدومة صح الموتور ما دوكا تشوفوا معايا برك التيربو كيفاه صاريلو شوية الضوء برك ما يبانش مليح هبط صح هيدا هكاك. شوفوا معايا هنا التوربين تاع التيربو مبلوكي قاعد ندور فيه شوية ونكسرها الريشة هذيك وما مش قاعد يدور نحكي على التيربو تاعها مبلوكي مبلوكي يعني فلاكس هنا خلاص حابس التيربو تاعها. كما شفتوا في البداية باللي السيبور واش صاريلو لقيناه السيبور بحد ذاته مطرطق. وشفنا مع بعضنا في البداية تاع الفيديو على انه لي بوبين كيفاه صاريلهم ثاني هما كيف كيف فيهم ما مصدى. هذا هو الموتور تاعها اللي كان فيها حكيت باللي راهو ديسبونيبل الموتور كيما هاك. وهذا الموتور الجديد بسم الله ما شاء الله ربي يطرح فيه البركه هكا واش نقول عليه.
ونستناه ان شاء الله للحظه اللي يدور فيها وهو راكب. كيف شفت الشباب شفنا الموتور القديم تاعها وكيفاه صاريل، وفول الفيديو شفنا ليبوبين كيفاه صاريلهم ومصدين، وشفنا بعدها الكاج كي رفدنا الكاج كلبيتا شفنا اللي زرب راكام كيفاه ثاني هذيك صاير لها، ومن بعد شفنا مع بعضنا التيربو كيفاه ديكال السيبور تاعو، وشفنا كيفاه راهو مبلوكي. ان شاء الله نتلاقاو غدوه مع الموتور الجديد اللي سقص على الموتور القديم. انا تبدلت الفكره شويه على انه نديمونتي الموتور هذا القديم اللي راه مكولي واللي فيه مازال يصلح نبيعوه، والاخر واش نديروا له. فهذا اللي كان اليوم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله ونشوفوا السيارة مع الموتور الجديد. هيا السلام. السلام عليكم، صحة الشبيبة، ورجعنا لكم مع صاحبنا وحبيبنا جديد الله يطرح فيه الخير والبركة إن شاء الله. راح نوضوه مع بعضنا إن شاء الله، راه يدور ما شاء الله نحكي عليه بعد ما ركبناه. تقدر تقولوا مازالت حاجات خفيفة وحترجع للطريق وراح نرجعوا بها كيف كيف، ونحكوش اللي نقدروا نروحوا له اكثر ان شاء الله. نسمعوا الموتور مع بعضنا، نوضنا الحاجه. هذا هو الموتور والله غير ما شاء الله نحكي عليه، ما زالت فيه خدمه خفيفه ان شاء الله. باش نسمع الصوت مع بعضنا بالصح، هنا راهو تقليسي الحاله. سمعنا شويه برك. كما شفتوا معايا في الاولى سمعنا فيها وخلينا فيها السيلونس كان في النص، ان شاء الله بعد ايامات تسر وترجع تمشي باذن الله نحو لها السيلونس ونسمع الصوت تاعها صح، لاني انا بالنسبه لي كاتباك ما نحوش هذيك البرمه باسكو تولي ضجيج ضجيج. ان شاء الله نرجعوكم بعد ما نخرجوا بها ونديروا لي سي تاعنا. وكما تشوف الشبيبه الخطوه الاولى تمت بنجاح والحمد لله، رانا مع الطريق ونجربوا فيها. نحكي بدلنا الموتور تاعها، رانا واحدة واحدة ما على باليش الا راكم تسمعوا في السيسبونسيون لافون كيفاش راهي قاعدة تقربها سيرتو جهة لادروات. حاجة أخرى ثاني عندها سيري تاع بنوات هذو لازم يتبدلوا في ربعة، وحاجة أخرى ثاني البلاكات تاعها، ونزيدكم الكاليبراج تاع الفولون راح تشوفوا كيفاه راهو صاري معايا في الدريكسيون، يتسمى هذم اللي لازم يتخدموا. الانتريير تاعها كما تشوفوا فيه في الغبره، فيه الزيت نحكي شويه في الاطواء، كاينه شويه شوكولا شاين مطراس هنا ولا زيت تبالي ما على باليش بالضبط، كاينه بزاف هكا حاجات لازم تتنقى ان شاء الله راح ننقوها كيف كيف ومع بعضنا. على بالي كاين ياسر ناس راح يقولوا لي شحال الموتور وشحال السقام لك وكيفاش وغيره. شوفوا انا نقول لكم حاجه، سيرتو عندنا هنا في المرشي ولا السوق تاعنا هنا في الجزائر، تقدر تلقى الموتور تاع لارفان ولا تاع لاس 3 ولا سات ار تقدر تلقاه ب 50 مليون، وتقدر في نفس الوقت تلقاه ب 150 مليون. انت وكيفاش تلقى وهو وليطات تاعو شحال ماشي ونقي ماشي نقي، فهمتوا كيفاش؟ وبطيمه يعني بلوك كلاس برك والله اكون موتور كومبلي. تسمى هذه الحاجات اللي واحد لازم دائما يتوله لها. هذا حسابي على الانستغرام mth_397، ما تنسوش تتابعوني وما تنسوش الاشتراك في القناه بالضغط على زر سبسكرايب، ما تنسوش اللايك اكيد. نختم كالعاده هذا المقطع بالصلاه والسلام على رسول الله، في امان الله، السلام عليكم.